سي خالد، وحنا كنتكلموا على بداية ديال المسار السياسي ديالك، كاين واحد الشخصية اللي مأثرة فيك أو تأثرتي بها بشكل كبير، وكنشوف مجموعة من الصور ديالها السي عبد الكريم الخطيب الله يرحمه. وقتاش عرفتي هاد السيد، هاد الرجل؟ عرفت الدكتور الخطيب رحمه الله في الستينات. أنني كنت التزمت لحزب الاستقلال، كنت في الشبيه المدرسية منذ الاستقلال. أيه. وأنا كنت لا أعرف تماما الدكتور الخطيب. فكنت عضو في اتحاد العام الشغالين. وكلفت من طرف علي الفاسي رحمه الله وعبد الخالق طريس والدويري للذهاب إلى الجزائر من أجل حد من أجل عقلة مؤتمر مغاربي فيما يتعلق بالميدان النقابي. وكانت الاتحاد العام الشغالي لن يستدعى لهذا المؤتمر. كان الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام الشغالي التونسي والاتحاد العام الشغالين الجزائريين. المغرب ما حاضرش. في المغرب العربي قد يكون مؤتمر. ووصل خبر إلى المغرب وفعلا أقصي الاتحاد العام الشغالين. نظرا للموقع محجوب بن صديق رحمه الله، لأنه كان دائما يعتبر أنه النخبة التي تؤسس من خارج عن الاتحاد المغربي للشغل أنها نخبة للدولة. وكنت تسمى في ذلك الاتحاد العام الشغالين، كان دائما هذا شعار كان مطلق عند الاتحاديين، وهو أنه الاتحاد العام الشغالين هو نخبة الدولة. فعلا أنا ما زال في وزارة الشباب، فكلفوا واحد السيد من سميتو التوزاني من أسفي، كان يخدم في أسفي، باين هاد التوزاني كان يقري بن بلة في مغنية، كان يقري القرآن الكريم، وهذا التوزاني كان يخدم مع بن بلة. وقالوا من، وشوف هذا في حزب الخير كان عنده علاقات، قال من غادي يؤثر في بن بلة، كان رئيس الجمهورية، إلى هذا التوزاني لأنه عنده علاقة طفولة وغير ذلك. ففعلا أنا كنت في وجدة، تكلفنا باش نمشيو للجزائر فجحنا السيد التوزاني على أساس أننا نحاول ما أمكن نحتجوا على أننا لن نستدعي لهذا المؤتمر الذي كان غادي يكون مؤتمر فعلا تاع النقابة المغاربي. فعلا وصلنا الجزائر، خدنا أوتيل القصبة في العاصمة. وسوء الحظ أول ما خلى الليلة تاعنا في 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 الجزائر، قتل أول وزير خارجية تاع الجزائر، أول وزير خارجية تاع الجزائر، وهو مش مكينسي، نقول لك سميتو، في البرلمان الجزائري. خميستي قتل. كان اول، كان بوتفليقة لازال كان وزير للسياحه والشيء والرياضه هذاك، قبل ما يكون وزير الخارجيه. قبل وزير الخارجيه وقتلوا وزير الخارجيه في السياحه في الجزائر، لانه كان خلاف، لانه كان بوفدين وكان بوتفليقة وكان هناك خلاف. فقتل في البرلمان، وانا الفندق اللي كنا نازلين فيه هو بجنب البرلمان الجزائري. قلت للتوزاني دابا الان ابقى ما يدار، ابقى ما يدار، نشوف حالتنا. دابا الان وزير الخارجيه، اول وزير خارجيه جزائري، نرجعوا في حالتنا للمغرب. كان الكاتب العام الجزائري تسميته الجزائري للشغل تسميه جيرمان. اتصلنا به، قلنا له ودي احنا كنا بغينا نشوفوا من بالله قبل، والرئيس كان رئيس الجمهوريه، واش عندي متخفي في الوثائق تاعو غير ذلك. ولكن دابا بما ان عندكم هذا الاخر، هذا الاغتيال تاع وزير الخارجيه، اذا حنا غادي نمشيو لكن لا ما تمشوش، غادي نشوف الرئيس وغادي نقولها له وغادي نعطيكم الخبر. كان ننتظروا بعد ما وقعت الدفينه تاع الاخر، قال لك راح نحدد لكم موعد مع بن بلة. مع بن بلة كان رئيس. فعلا مشينا عند بن بلة
لان ما كانت الثوره الجزائريه لما تمت انه كلهم مجموعه بوبديان بوتفليقه بمبله بوضياف كلهم القياده تاع الجبهه كلها كانت نازله في واحد مركب تسمى فيلاجولي طلعنا عنده هو بجبل كان ذاك لانه كان ذاك الوقيته مازال كان قصر جمهوري ذاك الساعه داروا الجمهوريه ولكن كانت عندهم مازال ديك الروح الوطنيه انهم ما يمشوش للمحلات الفخمه وغير ذلك انه ناس شعبيين يبقاو في الاماكن الشعبيه فعلا مشينا عنده استقبلنا في واحد القاعه هذه اكبر منها صغيره ولابس قميجه وقلت معاه ذكرنا انا طلعت عليه سؤال لانه كنت جتافي لا كنت مهتم مزيان قلت له السيد الرئيس في المغاربه المغرب شكون اللي عندك معاه علاقه متينه قال لي الشيخ عيدي انا رجل الثوره وانا الجانب السياسي لا علاقه لي به وانني الشعب تاعي يبغي الخبز خصني نبحثوا على الخبز صافي بهذا الشكل قال لي ولكن عندي علاقات تاع جوج تاع الناس تنقدرهم وتعرفهم كثير وهو الدكتور الخطيب والمهدي مبركه هذاك انا ما اول مره نسمع الدكتور الخطيب ما كنتش كتعرفو من قبل ما كنتش نعرفو جيت لل خليت الفكره تاع الدكتور الخطيب مشيت في مهرجان الشباب اول مهرجان الثاني للشباب العربي في طرابلس في ليبيا مشيت انا ك مسؤول في الوفد مع المسؤولين وبدينا كان عندنا مع جلود ومع قدافي كانت يزورني وقت انا مسؤول وكانوا تيحاولوا ما يمكن باش يحاولوا انه الشباب اللي مشات على المشينا 250 واول مره غادي يمشي معنا ناس الغيوان مشاو ليبيا ولكن المسؤول على العمليه ومشات معايا السيده رحمها الله بدينا في ليبيا تنشتغلوا ولكن القدافي كان عنده فكره كيفاش يستخدم المغاربه باش يقولوا ضد النظام المغربي من ذاك الساعه هذه في 74 بعد هذا خليت على الجزائر قلت لك شنو وقع وغادي نجي عاد باش نضبط لك بين هذه المسائل نعم بدا تيحاولوا ما امكن يجيو يزورونا وكانت عندنا مشكله الصحراء غادي يبدا مشكله الصحراء ولما بدينا تنضاكوا على الصحراء قالنا جلود حرفيا قلنا له خي الصحراء مغربيه وحنا الان تاتوما ما تامنوش بالمشيخات تدخلوا انه المشيخات نظام المشيخات معنا دويلات كيف انكم تساعدوا الان تساعدوا البوليزاريو قال حنا مولين البوليزاريو حنا اللي اسسنا البوليزاريو ماشي الجزائر علاش؟ لانه قال لك مشاو عند فرانكو قبل ما يموت فرانكو هذا الروايه نتاعو تحكيها جلود كان هو الرجل الثاني في ليبيا كان مخدم فيه كان جلود هو الرجل الثاني جنرال جلود هما اللي قاموا بالثوره في ليبيا قال لك دزنا عند فرانكو قلنا له انه راك انت في الان في فراش الموت والمغاربه ساعدوك في الثوره نتاعك ماشي معقول انك تحت الصحراء المغربيه انك ما تسلمها لهمش وتهربوا قالك جاوبني هذا روايه نتاع جلود الروايه ديال جلود مازال موجود حي قال لك قال له انا ما يمكنليش نعطي القميص تاعي بدون ما يطلبوه لي الناس المغرب ما طلبنيش مع العلم المغرب طلب في الامم المتحده جا عند الحسن الثاني جلود مباشره من مدريد وقال له دوس عند فرانكو وقلنا له ودي انت صديق العرب والعرب انهم ساعدوك باش تكون رئيس الجمهوريه نتاع اسبانيا ودابا الان قال الصحراء المغربيه خص تسلمها لان احنا قال كان الفكره غادي تحكي
الفكرة نتاعنا أنه العالم العربي خصو يتحرر من جميع الجيوب تاع الاستعمار. حسن ثاني ومع الحق في الواقع قال له هذا أمر ما يهمكم انتوما، هذا يهمنا احنا كمغاربة، احنا كمغاربة ونبقى فيهم الحال ونعرفوا التاريخ نتاعنا اللي نطبوا بها الصالة دانا. فهل قال له مزيان ما كان الزيارة نتاعو ما عجبتوش، مشى بهذه الفكرة أنه يسوي البوليزاريو. يعني انتوما قلتوا لي ما شغلكمش أنا نوريكم. هذا هو بقيت انا في ليبيا بدات نشوف، لقيت والان عندي مازال عندي بعض الكاسيتات نتاع القذافي وغير ذلك، كان جاب الفكره نتاع الكتاب الاخضر. هذا الكتاب الاخضر ماشي هو اللي كان اللي حاول يحرر الكتاب الاخضر، كان واحد جماعه في ليبيا هو اللي كان يسعى على تحرير هذا الكتاب. ولكن هذا الكتاب فعلا احنا وجدت نفسي لأنه تقول أن العالم ملون بجوج الألوان، اللون الأحمر هو الشيوعية واللون الأبيض هو الرأسمالية وغير ذلك. فاللون الأخضر ما موجودش، خص يكون الإسلام ما موجودش في ندير الكتاب الأخضر، هذا ندير الكتاب الأخضر وقت ما فاهم هذا بجا الكتاب الأخضر. هذا حوار تاعنا مع القذافي ومع جنود. ما انا نحكي لك على الزوجه تاعي لانه مشاو هما عزلونا، لان ذاك الوقت عزلوا الشباب والعيالات تاعهم واحد المركز نتاع العميل لانه مهم جدا. ومشى عندهم قدام في الليل باش يستقطبهم. كان دائما الفكره تاعهم هو زعزعه النظام المغربي. حاجه انا كنت معجب بعد نظريات اللي ماشي تاع القذافي اللي تنسبوا القذافي، كان رئيس دوله ولكن كان هو نسب كله ليه، نسب الكتاب الاخضر. ولكن كتاب الاخضر كانت فلسفه غير ذلك. وانا في امريكا كنت في امريكا ولاحظت شيء غريب في الامر، هو ان الكتاب الاخضر في امريكا كان يناقش، في الوقت في المغرب ما ناقشوش او بالعالم العربي شنو هو الكتاب الاخضر. نعم تقلتي ما بهش هذا الشيء اللي كيقول. اذا كونت الفكره على ليبيا وجيت معجب ما التوجه الإسلامي لأنه اللون الأخضر وغير ذلك، معجب. الفكرة كانت عندي الخطيب من طرف بن ملا، قلت شكون يحمل هالفكرة نتاع الإسلام في المغرب؟ في المغرب كان عندي لقاء أو صدفة الدكتور رحمه الله خطابي، عمر الخطابي ولد خو عبد الكريم الخطابي، الأمير عبد الكريم الخطابي، عبد الله الوقوتي بركان. كنت تجمعني معاه في باليما، وبو حميدي اللي كان هو كان باطوني، كان هو النقيب المحامون في الرباط هو مأهفر. والسي محمد الطاهري الذي كان مستشارا عند بن بلة. وعلى ذكر محمد الطاهري لما شفنا بن بلة في 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 فيلا جولي في ذاك اللقاء، قالنا الان ان المغرب له رجالات وله مثقفين، الان المستشار تاع الاقتصادي هو محمد الطاهري، وهو اللي جاب الفكره نتاع التسيير الذاتي للمؤسسات لوتوجيستيون، منهم الضيعات، منهم السينمات، من غير ذلك. وكمل الفكره السي محمد الطاهري، ما عنده اللي عندهم كتابه الان في القيس، يعرف الشيء مزيان لانه مشيت شفتو في الجزائر، وكان هو اللي كان تخطط الاقتصاد الجزائري. وكان هذا كان كاتب الدوله في الفلاحه في لما كان في المغرب، هو قرا مع الحسن الثاني، وكان من 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 متوفقين في 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 الدراسه تاعو وشات العمليه هذه. محمد الطهيري فعلا كان لقيته في باليما مع المجموعه بن ذكرو، قلت لهم ودي انا جيت معجب كان بزيك الحماس ومثل الشباب وغير ذلك، جيت معجب بالنظرية الثالثة اللي جابت لي الصداع من بعد، جابت لي الصداع كبير. قلت لهم ودي شي حاجة. السي عبد الله الوقوتي كان صديق الدكتور الخطيب حميم في الجيش التحرير، كان النائب تاعو في البرلمان، قال لي السي خيري الرجل اللي غادي يمشي مع الأفكار اللي جبتها هو الدكتور الخطيب. أول مرة كنسمع به هنا في المغرب. هذا اللي سمعت عليه أولا. ثانيا أنه شفت أن الخليل أنه هو المشروع الإسلامي عند الدكتور الخطيب. فعلا
مشيت عند الدكتور خطيب المياه برفقتي السي لاغوتي، وجينا ناقشنا وان لقيت ذاك الرجل رجل مسلم، رجل مبادئ، ودابا تنقرا كتاب عليه فيما يتعلق بالاخوان المسلمين منهم توفيق الشاوي، لان عندي تشوفوا ربع قرن من الحركه الاسلاميه. نعم. فالخطيب كان من مؤسسين الاخوان المسلمين، كان من مؤسسين عضو بارز في جمعيه الاخوان المسلمين، ومنها كان انه توفيق الشاوي اللي هو كان في المغرب، جابوا الدكتور الخطيب وكان مستشار قانوني نتاعو في البرلمان الاول. هذا الرصيد اللي عند الخطيب، اولا عضو الرابطه الاسلاميه، ثانيا انه المؤسسين الاخوان المسلمين، ويعتبره انه هو من ابرز لما توفى صفه الاخوان المسلمين بقية التعزيه اللي بواحد الشكل غريب. اذا ارتبط به مزيان، قلت هذا الفكر اللي لو جا لقيت نفسي ولقيت ذاتي في هذه العمليه هذه في الافكار ديالي الافكار تاعو، ولكن افكار متنيئه، افكار فيها الاعتدال وفيها غير ذلك، ماشي شي اسلام متزمت اسلام مشي. الحمد لله، ولكن بمفهوم العصر. مفهوم العصر. كيف تطورت العلاقه من بعد؟ بعد بديت تنعمل عمليه كيفاش غادي نعملوا، لقيت ذاك الوقت عنده صراع مع في وسط الحزب مع عبد الرحمن الكوهن. الحركه الشعبيه، كانت الحركه الشعبيه الدستور الديمقراطيه مع الكوهن، وكان الكوهن هو الذي يشرف على المركز. فحاولنا باش يكون هو احنا جمعيه الصلح. توفقناش مشيت انا بغيت نسير المركز تاع الحزب، وليت نسير المركز، وبديت نقرا في الادبيات. وجدت ان الخطيب في اولا في 1958 انشاء الحركه الشعبيه، هو انه في القانون الان موجود عندي تيت انه حزب ذو مرجعيه اسلاميه 58. دابا الاخوان تيديروا مزايده على العمليه هذه، ولكن الموقع مشكل مع حرضان، وتحرضان مشى في الاتجاه. تحرضان مشى في الاتجاه، ولكن الوقت اللي جات حاله الاستثناء، وهذا الشيء اللي جات قوه ارتباطي به. لما لان الخطيب كان اول رئيس برلمان. صحيح. اول رئيس برلمان، واول برلمان طلع فيه ملتمس الرقابه. وملتصق بعمر ما عرفوا المغرب الا في ديك المرحله، اللي عطى واحد النوع من اقل الوعي عند الشباب، وكانت النتيجه نتاعه هي انه وقعت حوادث على الدار البيضاء اللي افقي دخل القوه واحد المجموعه 65. اذا هذا اللي وقع المجموعه، لانه وترجع القضيه، لان البرلمان تاع اللي كان تاع 63 البرلمان كان هو السبب في خلق زعزعه في المجتمع المغربي. النصيحة أفقير كانت أنه يجب أن يحل هذا البرلمان وتعلن حالة الاستثناء. الخطيب كان رئيس المؤتمر، رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية. كان رئيس المجلس الوطني للحركة الشعبية، وحرضان أمين عام لحزب الحركة. الحركة الشعبية ماشي الحركة الشعبية. هنا لما جاء الملك على حالة الاستثناء، واستدعى الدكتور الخطيب، واستدعى الشرقاوي كان هو رئيس الغرفه الثانيه. على اساس مشاو عنده تيقول لهم انا الان غادي نعلل على حاسيسنا. الخطيب جاو قال لهم سيدي المغرب ماشي مهدد، لما حال الشتاء يعلى عليها الماء يكون المغرب مهدد وهناك حرب، وكاين ما هنا شي حرب في المغرب ماشي مهدد، فحاسيسنا غير قال له الحسن رحمه الله، قال له اسمع الخطيب انا ما استدعيتك شي باش نناقش معك، جيت باش نخبرك وانا عند حاله الاستثناء. والسي الخطيب الله يرحمه ما كانش كيسكت. نعم. ما كانش كيقبل الراي هكاك. خلى السورت تاع البرنامج السورت تاع الطوموبيل تحطهم له، ذاك الشرقاوي بقى تي بافا شفنا مسيدي وكذا، وحط له جوج ماشي والملك ما كان خصاص كبيره في هذه الميدان هذه مع الخطيب، لانه كنت نلقوا
في أصفار تاعو غير ذلك في الحياة تاعو اليومية. كيعاود بزاف. حوايج يومية تنعرف يعاود لواحد العدد مسائل اللي كان عاشها هو. فعلا بديت نشتغل مع الدكتور الخاطب في هذه العملية تاع الحزب، بديت نظم الحزب. بديت نظم الحزب أول ما عملت وهو أولا عرفت أنه الحزب خصو يكون عنده تنظيم نقابي. عملت مؤتمر النقابة في كلية العلوم كانت فيها تقريبا 3000 ديليغي، 3000 مندوب من المغرب. ولكن وقع لنا مشكل مع احمد حسين احمد عثمان. شنو هو؟ لما عيطنا للاخوان اصحاب الصحه جامعه الصحه بدينا نقول لهم باش يحضروا في المؤتمر. كان ذاك الوقت وزير بن علي كان هو اللي وزير الصحه، وكاين عبد القادر العراقي كان كاتب عام، انهم ما بغوش يخليو المندوبين تاعنا تاع وزاره الصحه يحضروا المؤتمر. وعلاش؟ بحال تتصلوا بهم ما بغوش يجاوبونا، تيقولوا لنا الوزير راه ما كاينش كاتب عام موجود، وانا الخطيب عنده في المكتب في العياده تاعو. قال على الطبليه تاعو الكلينيك، قال لي ركب معايا نمشيو لك. مشينا لقينا السي عبد القادر العراقي، خو عز الدين القراعي، خو عز الدين العراقي كان وزير الاول، جالس مع الوزير دخل عليهم على الحاله ما خاف ما عنده غير دق عليهم وبال باب ومشينا. انا ما عملت واحد العمليه ضربت الكاتب العام، هو قبضه وقال شي كلام ماشي نذكر عليه دابا، شي كلام خايب، ماشي خايب لا خايب مفهوم، تاخذ واحد النوع تاع واحد العرق، سب واحد العرق معين، سبحوا العرق معين ومشينا. انا كنت لابس واحد الكسوه كاكي بحال شي كوموندو. قالوا واحد وغادا نمشيو ندورو على الوزارات اللي ما عطاوش الاذن للناس تاعنا اللي يديروا باش يحضروا. انا هذا جانب اخر اللي عجبني فيه، لانه رجل شجاع. مشينا لوزاره العدل، وزاره البريد، كان في مك حسن سميتو الكاتب العام حسن، ولا كان في العفير حسن العفير كان الكاتب العام تاع وزاره العدل. اللي تنظروا عليهم بقات تليفونات بين وزاره التليفونات، عيط لاحمد عثمان، وكان شكون اللي فما كان زنينت مكلف الشؤون العامه. عيط لنا هادي راه في 76. عيط لنا زينات ايوا قال له الخطيب تديروا شنو هاد المسائل واش نتوما كذا. حصل بدا النقاش، السي احمد عثمان هو كان تايب، قال لي انت هذا هو دار المخزن وانت اش كدير هنا؟ واش ندير هنا يا رجيع؟ قلت له سي زيد هو راجل طيب، سي زيد قلت له ويعرف هادشي مزيان، قلت له انا مغربي بحالي بحال الخطيب والملك نتاعنا جماع ماشي نتاعو، قال له تهضر مخزن، واذا انا عندي حق وانا مسؤول على النخبه. المهم عملنا هاد القضيه، بدينا اشتغلنا وعملت انا المؤتمر تاعنا كيف ما كان، عطاونا جاو الاخوان. اش سميتوا النقابه ذاك الساعه؟ الاتحاد الوطني للشغل. الاتحاد الوطني للشغل دابا ديالهم دابا يتيم. فعلا بقيت نشتغل فيها كثير، عطيت وقتي كلها، وفي حد بدها من جديد ولات النقابة قوية جدا، والسي الأموي جا مرارا عندي أنه يعرف كيفاش نشتغل في هذه العملية. أما قصة الأموي بغيتش نقول لك عليها أنا في المركز حتى هو، وقعت له مشكل في المركز. أش وقع علينا؟ إذا مشيت أنا مع الخطيب في هذه العملية هذه، بديت نشتغلوا في واحد عدد الوجهات، ولكن كان عندنا مشكل، قلت له الخطيب غندير النقابة مزيان، ولكن مشكل الخطاب تاعنا النقابي. أش غنقولوا؟ أش غنقولوا؟ لأن الإسلام أو التوجه الإسلامي ما عندوش الصراع التبقي. احنا والنقابة مبنية على الصراع التبقي. وشنو هو فعلا كونا لجنة فيها الدكتور بن عبود رحمه الله، فيها المصري اللي كان في الكلية سميتو اللي مشهور مصري ما كاتب وش كان يقري أستاذ الدكتور رشدي فكار. وكان
معنا اللي كان ولي في مراكش مجاهد مجاهد هذاك تاع مجاهد كنا مجاهد كان في الديوان الملكي وبدينا نفكروا في هنا جات الفكره نتاع الدكتور العبود رحمه الله قلنا الشعار اللي اختاروا مارس اختاروا واحد الشعار اللي معروف عند العمال عند الشيوعيين وهو ايها العمال العالم اتحدوا اتحدوا بالعمود قال لك واعتصموا حبل الله جميعا وتفرقوا هذا الشعار احنا اللي اختارنا الشعار الان ما خلينا نستمر خلينا الاخوان خذينا هذا الشعار وبدات المعركه فعلا معركه قويه وهنا معركه مع من زعما مع 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 الاتجاه تاع اولا اليساري انه كانت ثانيا انه في هذه المرحله فين غيكون الملك نعم. حسن الثاني قال البصري قال له هل الخطيب نصدعنا بهذه النقابه لانه كانت هذه القوه شحال تيمثل في المغرب البصري كان فكر في هذه المسائل تعرف كيفاش يخدم المسائل تاعو قال له عم سيدي راه يمثل 0.3 هذا الشيء اللي عطى الله الخطيب الضجه كلها هذا الشيء تيمثل كنا ماشي باش الخطيب الوجده وهنا غادي الخطيب غادي يتعرضوا له من العيون الشرقيه تقريبا شي 300 400 سياره واحد كان بجانبو عنده القصه عارفها مزيان قال له السي عبد الكريم قال له هذا 0.3 معناها كان تخلق واحد عده مشاكل حتى مع النظام تخلق مشكل مع الخطيب اللي سمحتي في هذه المرحله هذا الشيء واقع في منتصف السبعينات السبعينات 75 تكون ديك الحادثه الشهيره ديال اغتيال عمر بن جلون وبزاف اللي كيجبدوا عمر بن جلون الخطيب في ديك المرحله شنو وقع عمر بن جلون بالواقع نحكي لك على عمر لانه انا كنت دخلت في واحد الجانب العمليه احنا كنا نظمنا مؤتمر الشبيبه احنا تنظمنا فيه وكان في قاعة على الفاسي وكنت انا كان مجاهد كان واحد كان مدير ديوان تاع وزير السكنه والتعمير ولقيت جا واحد السيده ما نعرفوش دار واحد السلام كحل غادي تصاوب تاعو طلبوا مني باش نعطيو الكلمه اييه في المؤتمر عطي المؤتمر عطينا له الكلمه باسم الشبيبه الاسلاميه وهو مطيع هو مطيع دار الكلمة كلمة عادية من بعد ما كملنا مشينا للدار عند الخطيب خبر الخطيب قال له ما سيدي راه هما بجنوا قتلوه تزامنا مع المؤتمر الشبيبة تزامنا مع المؤتمر كنا عندنا 75 تاعنا في ذاك النهار بالضبط اللي تقتل فيه عمر بن جلول قال له الخطيب انت ما عندك تا علاقه بالخطيب والو ما عندك ماش خايف عرفوا فين غادي تستخلوا انه ان عمر بن جلول الخطيب كانت له يد وذلك كله كذب هو كان يغير على الاسلام هادشي لا يناقش بدون نقاش بدون نقاش يغير على الاسلام ويدافع عن المسلمين ما كانوا كيف ما كانت القوت فحاول من قبض واحد المجموعه جاو عنده تيطلب المساعده نتاعو العائلات وغير ذلك فانا كلفني مشيت عند واحد المحامي في ظل بيضاء قدام لا شوب عنده الكتاب تاعو كان معنا في الحزب تسمو الشمس قال لي تمشي عنده قول له باش يدافع على هذا الاخوان لان ما عندهمش هذوك العائلات الفقراء وذلك يدافع عليهم الشمس خلي الله قال لي كلهم محامون ذاك المرحله ذاك الوقيته كلهم كانوا يساريين قالوا لي شوهوني في داخل المحكمه وانا ما يمكنش نعمل العمليه هذه اذا بقاو بلا دفاع معناها حتى واحد ما يدافع عليهم وهذا من المسائل اللي حقيقه فعلا نخدم كما قلت لك ان الجانب الاسلامي راه عنده ولكن باش انه ومشيت انا حاولت نقنع السي شمس استاذ شمس فالخطيب عمل محاوله اخرى مشى في مصر محامي مصر وشاف من تونس باش في هذه العمليه كانت يبحث عليهم وثانيا كانت يساعدهم من ناحيه ما عندهمش عائلات فقراء وذلك ما كانش يوقف معهم فيما يتعلق بالتغذيه وكذا كانت يبحث لهم مسائل كلها
ومطيع في هذه المرحله فين كان؟ هنا فين كيقولوا انه تخبى عنده؟ لا مخبى ابدا، انا محضر ما تخباش عنده، مطيع ابدا، وما كانش كيما قالوا ما خايف ما علاش مطيع. ذاك الوقيته كان ماشي زياد اسبانيا، مشى اسبانيا، ومن اسبانيا مشى هما ابراهيم كمال، ومن بعد من اسبانيا ابراهيم كمال رجع هو مشى للسعوديه. يعني ما تخبى لا فيرما ديال الخطيب لا والو. ما عندي لا فيرما، الخطيب ما عندوش. هذه هي الروايه اللي كتقال. الخطيب خدامي قال لهم ديك الفيرما اللي قال لك عندي اجي ديوها. نعطيها لكم ديوها، لا عندي فيرما ديوها. فهمتني؟ إذا ولكن أنه كان يدافع على الإسلام وعلى المسلمين كيفما كانوا، وكانت حقيقة سيرة عنده مع اليسار. هذا لا ينكر أي أحد. وكان تعرف أن الخطيب تربى في حضانة إسلامية وذلك. فانه كانت عنده هذه الغيره ولاحظتها انا في ما كانت القضايا اللي تتمس الاسلام كان موجود. مثلا فيما يخص قضيه افغانستان ضد الروس كان موجود بقوه، وخلقنا جمعيه سميناها جمعيه الدفاع الكفاح الافغاني، الدفاع الكفاح الافغاني. كان جات قضيه البوسنه والهرسك كان حاضر. انه قضيه البوسنه والهرسك كان انه مساله كان حق عمل قوة في هذه العملية هذه، واشتغل فيها مولاي علي كتاني رحمه الله، عمل فيها القضية. فقضية فلسطين أنه مع ياسر عرفات رحمه الله أنه تخاصم معه. علاش تخاصم معه؟ لأنه كان أول ما أعطى لوح الآلة الكتيبة أعطاها لمنظمة التحرير الفلسطيني الخطيب الله يرحمه في دارو، مساندة الكفاح الفلسطيني في دارو. في دارو وكانت كاتبة وقالوا أنه أعطاها الفلوس لعرفات. ولكن ما عرفت بقى ان تهتم مع روسيا مع الشيوعيين، قال له هذا ما بيني وبينك. وقال معه انا قال له الشيوعيه لا علاقه لي بها، وانا مسلم وانا الشيوعيه تضرب الاسلام وذلك. فاذا كان هو دائما حاضر في هذا في هذا فلهذا لنا قضيه باش انه ما يدافعش على مجموعه اللي كانت في السجن فيما يتعلق بخالد بن جلول. لا اظن كانت بالنسبه لي قضيه مبدئيه. وعنده قضيه مبدئيه يدافع عليها ويدافع عليها. والشيشان تعرف شنو ندير الشيشان؟ واحد النهار انا في المكتب، انا مسؤول في المكتب، قال لي خويا المكتب جيب الرايه تاع الشيشان، درد لينا المكتب تاعنا الفخور تاع الشيشان، المدير تاع الشيشان، خوينا المكتب وذاك المقر تاع الحركه الشعبيه السورية الديمقراطيه، عمل الرايه تاع الشيشان وقال خرجوا احنا خلوهم يشتغلوا. سألك واش تدير؟ قال لك كانت عنده هذه الغيرة والهاجس قوي. هذه